ما الجو بيمطر، يا نهار ابيض. بص تعالي 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 نفتح البلكونه يلا. بص استنى 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 بالشبشب، استنى هات شبشب. لا مش عايز الشبشب بيوسع. لا هات شبشب، بس هات شبشب. لا هات شبشب ونسيبه تحت في الجنينه. تعالى تعالى يلا عشان هنشوف الغسيل اللي تحت. بصوا يا جماعه الجو بيمطر، هنزل بقى اهو، بس المطره مش باينه. لا والعفار بقى، بص العفار في الارض، والارض عامله ازاي، جنينتنا كلها غرقت. تعالى بس نشوف الزرع، الزرع بتاع احمد ازاي التاني، الزرع الكبير ما تنسوش. مبسوط يا احمد الزرع الكبير؟ هو يا جماعه هيطبي من نطية، يا ابي نطي بيض وبعد بوتي عشان يطبي. بعد بوتي؟ اشمعنى بعد بوتي يعني؟ وبعد بوتي وبعد بوتي وبعد بوتي زرع جميل. وبعد بوتي وبعد بوتي. عايزين نزرع تاني. بصوا يا جماعه جنينتنا غرقت وبيتنا غرق. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، بصي والهواء عمل حس وعمل حاجات على الارض. بصي الكراسي غرقت، غطيت الغسيل بقى بملايه قديمه وجنه. الجو لسه بيندع بس مش بيمطر جيم. واو سامعين صوت البرق؟ بتعمل ايه؟ بس يا احمد يا معف انت بقى، ارمي ارمي ارمي، تعالى بقى على فوق، هتبوظوا البيت فوقكم. يلا لا والله هيبوظ، بس شكله هيبوظ ازاي؟ الجو بيمطر تاني. ها هو مش بيمطر في بقي ليه؟ بيمطر، بس التليفون اتملى مطره. يلا يلا اطلعوا يا جماعه، انتم اطلعوا يا ماما. السلم باظ كله. يلا 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 يلا، تعملي جنة عندها امتحان. هو النهارده قفلنا بقى البلكونات، قفلنا الشباك اهو، وجبت الغسيل من فوق، ده نشف الغسيل، ده نشف، انما التاني بقى ايه سبته على الحبل غطيه. هقفل البلكونه دي كمان، بس الدنيا باظت تاني خالص. لا 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 ما تنزلش، بص الميه، هات هات المساحه اجري عشان الميه تدخل الشقه هتبهدلها. بس تعالى نقفل بقى كده، نقفل البلكونه كده يا جماعه كده لحسن البلكونه تبوظ، نقفل الشقه كلها. والله بس يا جماعه قفلت الشقه كلها بسرعه، وسيبنا واحد بس، سيبنا واحد بس. جنى عندها امتحان، ادعوا لها يا جماعه، جنى بتذاكر عندها امتحان، قفلنا الدنيا كلها. بص معاد ده بقى عشان جنى قاعده تذاكر. ازيك يا جنى؟ اليوتيوب وحشك يا جنى، وحشتي اليوتيوب. وحشتي اليوتيوب يا جماعه. ها احنا بنحبكم، واشتيتوا في التنوم وتفعلوا الدف، بس احنا مش هنمشي دلوقتي، ما هنعمل يوتين اليوم في يوم المطر. ماشي انت عسل ولا ايه؟ بس يا جماعه احنا سيبنا البلكونه دي مفتوحه اهي عشان نتفرج على المطره، يعني المطره سكتت شويه بس. ممكن تنطر تاني؟ اه هي عماله بتندع بس كده، حاجه بسيطه اهي، هي مش باينه في الكاميرا، فاحنا ايه هنسيب الباب مفتوح كده عشان نتفرج عليها. الجنة بتاعتنا غرقت بقى، بشوفوا مين اللي هيعملها. انت بتعمل ايه يا احمد؟ بص جايب ايه؟ طورني يا احمد، انت عامل ايه؟ بصوا يا جماعه كنت الكاس ده كنت عاملاه امبارح، مصوراه وانا بعمله، اتفرجوا عليه على شورتس. طب كل كده منه رايق، انت قاعد تاكل ايس كريم في في التلج. مش ايس كريم، هو عامل زي الايس كريم ده، بسكوت بالمارونج. يو هو انت عامل دوق كده، قول لي ايه رايك؟ طعمه حلو. ايه الناس قاعده بتذاكر والناس قاعده بتاكل. لازم يمثل كده الاول شويه وبعد كده بقى ايه يعني. طب اقعد بقى، اه اقعد. ايوه كده، ذاكري يا جنة، ذاكري بضمير يا جنة. بس احنا وماما مش هنذاكر. انت وماما مش هتذاكر، اه انت الحمد لله كل يوم عندك اجازه. بس يا جماعه احمد جايب موز، برافو عليك. يلا حط عشان هنقعد هنا، سهرتنا هتبدا. ماشي، وانا جبت برتقانه اهو، احطهم بقى على الارض عشان عايز حاجه ياكل. خد حطه على الارض هنا، وحط البرتقال، حط حط. ايوه هنا خد البرتقال اهو. تيجي ننزل نقعد تحت في المطره؟ لا الجو خلص، المطره خلص. يلا بقى نقعد كلنا كده. انت التوته من جوه؟ يلا توته، ده لها اجري يا توته. تعالي بتعمل ايه يا احمد؟ بصوا يا جماعه انا عايز اوريكم الشارع بتاعنا، الشارع بتاعنا غرق ميه. يا اقعد اقعد يا احمد. بص بقى ما يلحقش.
رايق انت، رايق والله، يا بختك. بص احمد بيعمل ايه، عسل يا احمد، رايق انت. مطر خلاص بقى، الشمس بدأت تطلع اهي، الشمس بدأت تطلع. الغسيل بتاعنا اتبل اللي تحت دوت. يلا مش مشكلة، يلا يا احمد ننزل نقعد تحت. بس الدنيا هتلاقيها بايظة تحت، مش هنعرف. هتنزلوا تقعدوا تحت؟ طب يلا تعالى نقعد هنا بقى وخلاص. ماشي. يلا يلا اهو عملت لكم نسكافيه. يا جماعة النطر مشيت والشمس دات. شمس مين بس اللي جاي؟ الشمس بدأت تظهر وغابت تاني. شكل الجو هينطر تاني. مش عارفين بقى، ممكن يمطر وممكن ما يمطرش يا. لا الجو ساقعة. ماشي. ممكن ينطر تاني يا جماعة. شكل ما انتوا شايفين، أنا كنت بشوف بابا تاني رايح الشغل، أنا كنت بشوف دولم يعني ساعات بيتي ضلمة والشمس. دولم. ضلمة وشمس. يلا في اخر حاجه اقول لهم ايه، لو عجبكم الفيديو استنوا يا جماعه، استنوا استنوا استنين. عايز تقول ايه يا جماعه؟ احنا هنستناكم وخليتم معانا وهنشوفكم بالليل ان شاء الله. يلا يا جماعه دلوقتي احنا هنقفل الفيديو عشان دلوقتي هنذاكر وهنقدم روتين تاني لوحده برضه. واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وهتشوفوا طول الفيديوهات مننا. ومع السلامة، مع السلامة.